رغم ارتفاع درجة حرارة هذا اليوم الصيفي، لم يمنع ذلك المعجبين بالشاعر الموريتاني محمد المامي محمد حامد وأنصاره من استقباله استقبال الفاتحين، وذلك بعد تتويجه بالمرتبة الثانية على لائحة الفائزين في مسابقة أمير الشعراء. فرحة بعودة فارس الشعر بوصافة أمير الشعراء بعد منافسة قوية تابعها الموريتانيون باهتمام. الحمد لله، اولا اشكر الدوله الموريتانيه والشعب الموريتاني على هذا الدعم الكبير الذي قدم لي في هذا، وهي طبعا لحظه فرح كبيره جدا ولحظه احتفاء بالشعر وبالجمال وبكل القيم النبيله. شكرا لهم جميعا. عشرات السيارات تبدأ الاستعداد للانطلاق من فوق هذا الجسر تعبيرا عن الفرحة بالفوز، وللشعراء الموريتانيين علاقتهم الوطيدة بعبور جسور الشعر فوزا وتتويجا في إمارة الشعر. وللمطربين دورهم في تخليد هذا التتويج الذي ينضاف إلى سجل موريتانيا بعد تحقيقها الفوز بإمارة الشعر وبالمرتبتين الثانية والثالثة في دورات سابقة. الشعر هو أول ما يهتم به الشعب الموريتاني، وأعتقد أن ذلك يظهر في حجم الاهتمام بالمشاركين في مختلف المسابقات وحجم الدعم الذي يقدموا لهم، سواء كان عن طريق الجهات الرسمية أو عن طريق الجهات الأهلية عن طريق الشعب. هو اهتمام يعبر عن مكانة الشعر عند هذا الشعب. الاحتفال بهذا الفوز حفز بعض الحاضرين من الشعراء على ارتجال أبيات شعرية، كما حفز المطربين على تلحينها تخليدا لهذه اللحظة. فوز الشاعر الموريتاني محمد المامي بالمرتبة الثانية في مسابقة أمير الشعراء هو فوز لكل سكان بلاد المليون شاعر الذين يرون في الشعر مئذنة للتعبير وفي الفوز بمسابقته وساما على صدورهم. محمد ناجي، قناة الغد، نواكشوط.